وليس أول شهيد ولا آخر شهيد، وإنما الرابع شهيد من أخوتي. لديه 5 أخوان وسنقدمهم واحد تلو الآخر، واللي احنا استحن قدم السل وبعد السته. ولو كان لدي 100 لضحيت من أجل الفيروس. بيضحي بمئة فرد، يعني على قد حاله، يعني 100 فرد قليلة اللي يقدر يوفرهم، بيضحي بمئة شخص. سنضحي بالشهيد الأول والثاني والثالث إلى 1000 الشهداء، وسنضحي بمئات الآلاف من الشهداء، وهذا بيضحي بمئات الآلاف من البشر. هذا مدعوم، أمور ماشية ما شاء الله، بيضحي، يستاهل الفيروس ضحي بمئات الآلاف عشانه. وسوف نقدم شهيد بعد شهيد، وعشيرة بعد عشيرة، وقبيلة بعد قبيلة. سنضحي بالقبيلة كاملة. حلو جدا، وفرت القبيلة كاملة. ليش عاد التقصيد؟ القبيلة كاملة. الآن بتلقى هو شيخ القبيلة بس ما عرف يوصل لهم لا كهرباء ولا طريق، خلاص وصل لهم الفيروس ويتخلص منهم وخلاص. سنضحي حتى آخر شهيدة في وطننا هذا. سنقدم المزيد من المزيد، وسنفني حتى آخر واحد من الوطن. وهذا ليس أول شهيد ولا آخر شهيد، بل عد الحامل بتوضع والموضع بترضع. بشرك الله بالخير، الحاملة بترضع والرضعة بتوضع والغداء زبادي، يعني بيوفروا عليك، بيخرج من بطن أمهم فيروس جاهز، لا تتعب ولا شيء. وأن احنا جاهزين، لو انتهينا عن بكرة أبينا ما عاد بقى مننا من يقول لا إله إلا الله. لو ما عاد بقى من يقول لا إله إلا الله، واحد بيقول لا إله إلا الله ما عاد جلسته، الفيروس يقضي عليه وخلاص. يا بخت اليهود والنصارى بكم، يعني هذا الفيروس مخصص للي يقول لا إله إلا الله، عاد كورونا أي واحد يصيبه، أما هذا حصريا علينا. سنقدم بالتالي 1000 شهيد إلى 1,000,000,000 شهيد. أوه، أنت موضوعك مطول صراحة، 1,000,000,000 مرة واحدة بضحي بهم. منين نجيب لك هذا الرقم أولا؟ منين نجيبه؟ نسحب لك من الاحتياطي أو من فين؟ البشرية كلها 7 مليار، منين نجيب لك 1,000,000,000؟ وإن القيادة لو تأمرنا نحارب الجن نحاربه، وهذا حل من الجن، نوفي 1,000,000,000 من الجن، بس هل العدد كافي الجن يكفوا عشان نجمل ونبيض بوش صاحبنا هذا؟ نوفي له 1,000,000,000. إذا ما كفوش الجن تواصلوا مع الشياطين، خلوا شيطانكم يتواصل مع إبليس يقول له وفي العدد، يعني مع أنه أتوقع هذا الشيطان أعقل منكم، ما يضحش بأصحابه بسهولة، تصلوا له بيسب لكم، شوفوا غير حل. يجب علينا أن نموت، يجب أن نموت، خلاص ليش عاد الطول والعراض؟ هذا مصاب الفيروس بس أعتقد حالته ميؤوس منها. يجب علينا أن نموت، حاول لا تأخر. وكما قال السيد دايد، مستعدون أن نضحي بجيل كامل. كما قال سيد الفيروس هذا، بيقول لك بيضحي بالجيل كامل، يعني كل واحد يعمل حسابه، مش يقول لنا ما بلغوا الجيل كامل، واحد يهرب ولا يقفز من فوق السر ولا يعمل نفسه إنه عضو صغيرة ويغير في عمره، لا، الجيل هذا بالكامل بيروح ضحية، تمام؟ يعني عاد وقت نوح يعني أخذ من كل زوجين 2 عشان يحافظ على الذرية، أما هذا ناوي وعامل حسابه للجيل كامل يصفي. يا سلام، يعني كلن، يعني كلن. فيروس حوثونا انتقاله وطرق انتقاله للناس وإصابة الناس بالعدوى متنوعة ومختلفة. مثلا ربما يجوا يقولوا لك بس تعال احنا بنقاتل أمريكا وإسرائيل، والأمريكي موجود في مارب، ولا نقاتل نحن إلا أمريكيين ويهود. هذا الأسباب، يعني حتى أسباب انتقال الفيروس هذا بايخة وغير مقنعة. قال إيش؟ قال بنقاتل فقط في مارب أمريكان ويهود، مسلمين ما بنقاتل، إحنا فقط بنقاتل اليهود والأمريكان في مارب. يعني تأكدوا أن أي واحد يقتنع أو ينتقل له فيروس حوثونا فهو مناعته الفكرية والعلمية صف، يعني أي واحد يقدر يضحك عليه. وفي أسباب أخرى أيضاً لنقل العدوى. الشهيد إذا استشهد سيرجع إلينا بعد ثانية ربما. ربما يعني مش أكيد، بس ربما انتهى حظك. إذا طول أكثر من ثانية خلاص لا عاد انتظرش، يعني اتغتوا. بهذه السهولة يضحكوا على الناس، بيروح بس أنت تموت ثانية وترجع، يعني ثانية إيش أعمل في ثانية؟ لو يصير بصنف الدوام يحتاج نص ساعة. بس ثانية ودرجع، حتى أسباب قلت لكم غير منطقية للإصابة بهذه العدوى. ثاني هو فقط حسين الحوثي اللي طول، يعني تعطلت سيارته أو مع مشاوي، حتى الخطيب هذا ما راح يجرب الثانية، هذا جلس مكانه ما يشتيش الثواني، ساعته موقفة.
والله راح يجرب الثاني هكذا ويرجع على أي شيء مستعجل.